كلهم صاروا بمطرح واحد. نجيب، منى وجيمي بمقبرة واحدة. جهز حالك للسفر، واصل لعندك رمز تموا فيه. معلومات والعناوين معي؟ طبعا. صاير اكلك بيقرف؟ ما في اكلي الا طعمي. شفت لي ما بحب اجي على البيت؟ لانه بيي ما بينطق. عملي لي برنت لكل هالصور. ايه ماما. وينك يا بنتي؟ بعدنا عم فتش على شغل، هلا خلصت اخر الترف. بعد ما خلص دوام التفتيش على شغل؟ شو هالشغل الضايع يلي بنتي ما عم تعرف تلاقيه؟ اختي عنيد كتير، بتفكرها دغري بدها تشتغل مدير عام. تسمحي لي وصلك؟ أنا جاي لهون لأنه في قضية براسي بدي أنهيها بأسرع وقت. أكيد القضية اللي معلقني فيها. وبدي أوثق فيكي. كنت عم تلعب بالكازينو ولا كنت عم تشتري الكازينو؟ ما حد أمر شيء. فاشل، منزوع، بلا تربية، بلا أخلاق، مش طالع منك شيء. شو بدي أقول له للبابا؟ جوزت بقبرص مدني وأنا بعد ما خلص جامعة وكل سنة بسقط؟ وضعي هلا ما بيسمح لي أحكي بهيك مواضيع. مثل ما بيشوفك عم تعمل بده يعمل. مش وقت محاضرات. بكرهك، ما بحبك، ما بقى بدي اياك. انا كمان صديقك اللي قتلته. مين؟ مين انتو؟ لا قولي له لأسامة ما يضايقني كتير، احسن له. أسامة بيكون بيك. فكرك لو ما كان بيي كان بعده عايش لهلا. ليلي السهرة على شرفك. مرسي. Thank you.
تفضلي. هلا هي صورتي؟ ما بعرف شو شايفه؟ عامله مغبشه هيك؟ كنت عم برسمك بلا فلاش. اصلا مش معقول تكون هي انا. مش معقول تكون هي رسمه لبني ادم. إلا إذا ضربنا بمندل أو بصرنا. هالقد؟ رسمتك يا مسيو تزبط تكون موديل لفان لبوسطن، بس مش لبني آدم. أو لبني آدم دعسته محدلة. شفت قديش عم بعطيك شانس؟ تفضل. من الواضح إنه ما عجبتك. لا هي ولا أنت. شاب حلو لو ما بيعرف يرسم. مش مهم يكون حلو، مهم يكون معه مصاري. لك شو بك انت وياهم فاوكتين عليه؟ هلا بصدق حاله. اصبح عادي. اوقات بهني حالي انك حلوه هالقد. شعور متبادل. بعدك بتحبيني؟ ليش انت بعدك بتحبني؟ طبعا بتحبني مثل اي شي بتملكه، مثل شي سياره، شي بدله، شي بارفان. مش مهم مثل شو، مهم اني بحبك، وهيدا سبب كافي اني احتفظ فيكي. صار لازم فل، عبكره عندي وعي بكير وانا حس حالي تعبان الليله. هنادي بتروحي معي ولا مع رالف؟ ما بدي اعذبكم، بروح مع رالف. يلا نمشي. هيدي اول مره برتاح على كتف رجال، بحس انه ممكن يحميني. هيدي اول مره بتمنى دل غامر مره مثلك كل عمري. عن جد هالقد بعني لك؟ انت اللي كنت ناطرة كل حياتي. شيتي بوقتك. بدك ياني صدق؟ بدي هيك تحبيني. وبعدين؟ لا لا لا، ما تخططي معي. انا بحب التخطيط، خصوصا ببداية تعرف
حابة أصدق. كيف برأيك رح ينتهي الحب بيناتنا؟ ما رح ينتهي. زياد، ليه ما عم بتصدق انك بطلت تحبني؟ ليه عم تقنعني وتقنع حالك انه ما تغير شي بيناتنا؟ لأنه ما تغير شي. زياد، إذا مزبوط بتحبني تركني يا خيي، غزق عقد الزواج وخليني روح فتش على مستقبلي، وانت كمان روح فتش على مستقبلك. نحن بعدنا صغار والحياة قدامنا، منترك من دون زعل ومنضل أصحاب. إذا هيك بترتاحي اعملي اللي بريحك. هيدا الحل اللي بريحني. بس هيدا الحل ما بريحني. لوين بدك تروحي؟ لعند أي واحد؟ على مين ضار بعينك؟ حبة تفلتي من واحد لواحد؟ ليك وليه؟ إذا بعد تفتح هالموضوع بدي أخنقك، عم تفهمي؟ روحك بتطلعها، تركني ما بقى بدي أسمعها. وين سيارتك؟ بك شيء؟ بليز خدني من هون بسرعة. الله يخليك. اوكي اوكي روقي ما تخافي روقي ماشي. ما بعرف وين اختفي. ليش وقفت هون؟ لوين بتحبي وصلك؟ محل ما بدك. انه عندك حدا معين بتحبي وصلك لعنده؟ ما بعرف حدا. بتحبي وصلك على شي اوتيل؟ لا دخيلك، مش اوتيل، حيلا محل بعيد من هون. اعطيني فكره وين بدك تروحي وانا حاضر. لو كان عندي فكره وين بروح كنت رحت لوحدي. لكن انا عندي فكره. هلا بفرجيها. بدي اخنقها، بدي اقتلها. ما رح ارحمها هالمره، ما رح ارحمها.
شو في بينك وبين وسيم ناصر؟ قصة مش قادر انسيها، صلى أكثر من 20 سنة. اوف هالقد؟ ايه هالقد. وأسامة فضبول شو دخلوا بوسيم ناصر؟ هون الحزورة. وكيف بدي حلها؟ ما اتفقنا ما تكتر أسئلة وتوصل فيه. في حدا طالع. انزلي. لوين؟ خايفة؟ لا بس هذا مفتاح شقة بطابق 12. اطلع ارتاح ونامي وانا بكرة بشوفك. بخاف اطلع لوحدي. بليز فيك تطلع معي؟ الو رانف وينك؟ سوري اختي ما توخذيني، اضطريت اتركك. ما قلت تركنا وبتفل؟ هلا برجع باخذك. خلص خيب دبر حالك. معك سيارة؟ ولو على القليل يكون معي سيارة. خي انشغل، فل وتركني. بتوصلني على البيت؟ أنا بيسعدني يكون شوفيرك الليلة. سيارة بليز. كرام وليه تاس بحجمك تهرب منك وحدة مثل لين؟ وليه لشو نفع انت لشو؟ بعتذر ما عرفتك عليها، حضرتها بتكون سيارتي. بتشتغل؟ لا بتروح على المدرسة. قصدي بتمشي؟ لا بتطلع بالأوتوكار. اطلعي يا عم اطلعي، تفضلي. الليلة في عندك قهوة وشاي، الغاز ماشي حاله والبراد كمان. دبري حالك الليلة بأي شيء وبكرة بشوف شو بدك. ما بقدر إلا ما أقول لك ميرسي، بس نحن وين؟ شقة للإيجار تابعة لشركتنا. هيدي المرة التانية اللي بتطلع بدربي من بين كل الناس. أنا ما عندي تفسير للصدف، بس بدي أشكرك على كل شيء عم تعمله معي. ما تفكري بشي، نامي وارتاحي واترك الأمور على طبيعتها. بكره منلاقي حل لكل شيء. بكره؟ مش خايفه الا من بكره. غمضي عيونك. ما بحب غمض عيوني وقت اكون معك، بحب اتطلع فيك. غمضي عيوني شوي. اذا هيك بدك. حبيبي أسامة. ما بعرف شو بدي أقول لك، خايفة وفرحانة. ما بعرف إذا فرحانة أكتر أو خايفة أكتر. مع أني مش عارف شي، بس مثل ما أنا شايف رح تموتي من الخوف ومن الفرح. تعبانة تعبانة وضايعة، ما بقى عندي أعصاب،
مش عارفة شو بدي أعمل. كيف بقدر ساعدك؟ أنا حاضر. أنا بحاجة لحدا يحميني، حدا أقدر أوثق فيه. بالوقت الحالي ما بعرف حدا غيري بيقدر يساعدك وتوثق فيه. ما بعرف كيف الصدف خلتني أرجع ألتقي فيك. مكتب لي يكون بحمايتك، هيدي مش إرادتي، إرادة الله. جربي دروبي مارش هلا. اخ لو بيصير لي اضربك انت بدل المارش. جربي دروبي مارش بعد مره. وهلا شو بعمل؟ يلا قلعي. بالوقت الحاضر بعدني هون. وين هون يعني؟ حد السيارة. يعني دبرت حالك؟ دبرت حالي؟ دبرت حالي منيح. طيب اختي منيح، بشوفك بالبيت إذا الله راد. باي باي. بتشوفني بالبيت أو بتشوفني بالكسر؟ يلا دوري بسرعة. اعطيها بنزين، عجلة قبل ما تطفي، اعطيها بنزين. وبلكي انطفت وراحوا الفريمات، شو بعمل؟ ما تعملي شيء، فوتي بأرخص شيء بتشوفي قدامك. لوين بروح هلا؟ شو لوين بروح؟ عم تسأليني؟ روحي على لندن، لك عمي وصلي حالك على البيت يلا. سيارتك مثل رسماتك، اثنيناتهم محرقين. أنت شو اسمك؟ هنادي حطوم. ورا طارق بدران. يا أهلين. أخيراً أنا وصلت. يمكن تغيري رأيك برسمي. حلوة ومعبرة، فيها أحتفظ فيها؟ إذا بتعطيني رقم سلولارك. لكن خليها للصدف. سوري سوري، تفتح من برا. طيب وامتى بدي ارجع اشوفك؟ كمان خليها للصدف. هالمرة قدرت تهرب، بس لما لاقيها بدي دمرها. اكيد هربانة مع شي واحد، مش ممكن تهرب وحدها. اذا كانت هربانة مع حدا رح يكون عندي حسابين، حسابها وحسابه. ماني قادر اقعد هون، قوموا نكفي السهرة بشي محل. هيدا اللي صار معي، ميت دكة ورعبة حتى وصلت. اتنيناتنا أكلنا دكات ورعبات. ليش أنت شو صار معك؟ شو هني هالدكات والرعبات؟ خبرونا لنشوف. هلا هيك بدنا نقضيها كل ما نسهر، ما بتناموا إلا نرجع؟ أنا كنت نايم، أمك فيقتني قالت لي قوم شوف شو صاير مع الأولاد. أنت كنت نايم يا نجيب؟ إنه بدك تقولي يعني؟
يسلم لي. حدا عنده هيك اولاد؟ ما بينشغل فكره، معقول؟ هيك بده يضل بالكم مشغول؟ ما بتناموا لنرجع؟ كيف بدكم يجينا نوم وانتم برات البيت؟ ما صرتوا تعرفوا هالشي. مين هيدا اللي مع جنان؟ واحد من ألف. يعني عم تصاحب بعد ما أنا تركتها؟ شو بدك فيها؟ ما أنت تركتها. اسكت ولا ما بتحرز زيان، ما بتحرز، ما تعطيني نصايح أنت كمان. احكيني وليه؟ مالك حد يسمعي؟ لك تعال قلي بلا أخلاق، إيدك عني. هاي يا بلا أخلاق، هاي هاي هاي. تركني انت، تركني وانا حرة اطلع مع مين ما بدي. جاي هلا تحسبني؟ انا قلت لك ما بدي اشوفك مع واحد تاني ولا بدي ادعوسك. قلت لك حرة اطلع مع مين ما بدي. ما تعلي صوتك وليه؟ ما تمد ايدك علي ولا كنت وليه حيوان؟ انت الحيوان. عم تمدي ايدك علي وليه؟ شو بسألتك هنا؟ مش خلقك فيي هلا، انت مالك معي. كلكم مثل بعضكم، كلكم مثل بعضكم. طرني برا بليز، بليز خدني من هون بسرعة. الله يخليك. بخاف اطلع لوحدي بليز. فيك تطلع معي؟ كيف بقدر ساعدك؟ انا بحاجة لحدا يحميني، حدا اقدر اوثق فيه. كنت خلوها مثل ما الله خلقكم. انت زياد روق، بعد عني. البنت صارت بغرفة العناية الفائقة، اخذنا افادتها وحكت كل شيء صار معها، صرنا مضطرين نوقفه وناخد افادته. طب اهل البنت شو موقفهم؟ بدهم يرفعوا دعوة. بدها محامي مش هيك؟ من الأفضل. طيب طيب، أنا بشكرك يا حضرة الضابط على تفهمك للموضوع. أسامة بيك، أنت بتعرف العلاقة بيناتنا. مفهوم مفهوم. بالإذن. إذنك معك. كيفك متر؟ تجي لعندي لو سمحت. كل مصايبنا من لين، بتعصبوا بفش خلقوا فينا. راحت الله لا يردها. لك إذا عرفنا وينا مش لازم نقول له. زياد زياد، شو عم تعمل هون؟ اطلعوا لبرا، اطلعوا لبرا. زياد يا
شو في؟ شو بدك؟ قلت لكم اطلعوا لبرا. لبرا! لبرا! اطلعوا. بلا اخلاق بلا ضمير. انت شو انت مشرم مستهتر عايش على راسك. كيف بدي اتعامل معك؟ كيف بدي ربيك؟ الله يلعن الساعه اللي خلقت فيها. ساعه سوداء. هلا شوفي لشو هالمحاضره. شوفي مش عارف شو فيه. أكيد قد ما عم تعمل مصايف مش عارفهم من بعضهم. أنا مش فاضي خبرك. هلأ الماتر بخبرك. أنا فيل بقرحك بقرحك. وأنا كمان عود. اسمع منيح وحفاظ شو بدك تقول بالتحقيق عند الشرطة. الحمد لله على سلامتها. محامي خليل فخوري وكيل الأستاذ أسامة فضول. مدام أنا بعرف شو معنيت يلي صار مع بنتك. كلنا تألمنا خصوصا أسامة بيك ورح يعمل جهد وحتى يعوض عليك. عن شو بدي أعوض؟ ما في شي بعوض علينا إلا هالمجرم ياخد قصاصه. مدام نصيحتي إليك ما نوصل لهون ويطلع صيت على البنت ويعرف بيها وخصوصا أنه مسافر. منيح اللي ما كان هون وشاف هالشوفي. مدري شو كان صار. مدام باعتراف بنتك كانت على علاقة بزياد. كانوا يظهروا يسهروا يرقصوا ويقضوا وقت. ما كانت تعرفوا بلا أخلاق. أنا بفضل النفل في القضية بالتي هي أحسن. أحسن ندخل كلنا بتحقيقات ومحاكم وجرايد وأخبار والخبرية تنتشر وإشاعات. وانت بتعرفي الإشاعات شو بتأثر على بنات الأيام. يعني لازم تسمعي عرضنا وتقرري. كيف بيعمل زياد هيك؟ كيف؟ انت بتعرفي زياد قد ايه عصبي وشو ممكن يعمل؟ والبنت حالتها خطره شي؟ شو ما كانت حالتها ما كان لازم يصير هيك. عرفت البنت باي مستشفى؟ عرفت. خديني لعنا. مدام بعدني ناطر جوابك. يعني هيك يفلت هالبلا ضمير وما حدا يوقفه عند حده؟ بهالحال اليوم بنتي بكره بنت تانية وثالثة ورابعة. قلنا لك العرض وقلنا لك مستعدين للتعويض عن كل ضرر لحق ببنتك مهما كانت قيمة التعويض. هيدا عرض ممتاز. شو هيدا؟ هيدا اسقاط حق. لو كانت بنتك محل بنتي وانت محلي بهالورطة كيف كنت تصرفت؟ لو فكرت بعقلي كنت بقبل بس لو تصرفت بانفعال كنت قتلته. نعم متر. خلص مش الحال. بدي هالموضوع ينتهي اليوم نهائيا. اعتبره منتهي. كلك ذوق.
ما بعرف شو بدي اقول. مدام انا حاسه باللي انت فيه، وحاسه مع بنتك اللي ما لها عين تطلع فيها، لانه بعرف ألمها وحزنها، وبعرف قد ايه بدها لتنسى وتسامح ابني. الله يلي بيسامح. بعرف انه اللي صار ما في شي بيعوده، هيدي ارقامي، واذا عزتي شي انا قدامك. شو بدي اقلك، المهم الله يشفي لي بنتي. تبقي طمنيني عن جنان، ومرسي لانه استقبلتيني. شكرا ست ديانا. جنان، لما تقومي بالسلامة اعتبري انه عندك ام وصديقة، وبتمنى ابقى اشوفك. مرسي لانك جيت تشوفيني. مرسي. بالاذن. هيك مع هالبنت مش حرام عليك؟ خلص قصة ومرقت. زياد، ما ربيتك لتكون قاسي وبلا قلب، وإذا تربيتي لإلك كانت غلط ووصلتك لهون، أنا عندي ألف طريقة واقفك عند حدك. بتموني. يا ماما، ليه هالحقد جواتك؟ ليه؟ طبعا. زياد، إذا كنت بحاجة لحكيم، أنا مستعدة أخدك عند أكبر حكيم بالعالم. حكيم؟ حكيم نفساني قصدك؟ بعتقد جوزك بده حكيم نفساني. ما تحكي عن بيك هيك. بتعرفي لما بحب أقعد معكم أنت وأسامة؟ لأنه بحس حالي عم مختنق. عم مختنق. بس أنت بحبك أكتر منه. باي ماما. كيفك اليوم؟ أهلا ماجدة. دخلك حكيت مع ديانا بالنسبة لزياد؟ بعد ما صار عندي الوقت لأحكي معها. حاسة إنكن بهالأيام مش على بعضكن. ما في شي جديد بيناتنا مثل العادة. أعصابها دايما تلفيني. ليه أنت مش عم تشوفيها؟ بلا، ليه؟ بدي اعرف بهالايام اذا عم تحكي قدامك عن كمال. قلنا زمان ما حكينا بسيره كمال، بس ليه هالسؤال؟ ما في شيء، بس انا بهالايام عم برجع اتذكر. بعد ما لقيتي شغل؟ بعد ما لقيت شغل. ما لقيت شغل باختصاصي، لازم اشتغل بشهادتي. دفعت دم قلبك حتى علمتني، على القليلة معنويا رد لك هالجميل. رديتي لي جميل انك بنتي، بس شوفك بحس الدنيا كلها مش سايعتني بالفرح. بابا، أوقات بحس كأنك مش مصدق إنه نحن ولادك، كأنك ناطر حدا يجي وياخذنا منك. معك حق يا ماما، معك حق. بيك بضل خايف يجي النصيب وتتجوزي وتبعدي عنا أنت وخيك. نحن معلقين فيكن كتير يا ماما. من هلأ لأتجوز، فرج ورحمة.
هلا عم فكر ابني مستقبلي وحقق احلامي واحلامكم. باي. لازم نلاقي دليل واحد خيط نبلش تحرياتنا منه، خصوصي انه انت لا بدك جرايد ولا مجلات ولا تلفزيونات ولا حتى اذاعات. ليك مثلا بيومين عرفنا لك كل شيء عن وسيم ناصر لانه معروف، واسامه فضول مثله على صوت واطي. اوعى ترفزي هالاسم ابدا وخصوصا هون. قلت لك هذا الموضوع سر، على السكت والا كارثه. شو صار لك؟ ليه انفعلت هيك؟ ليه؟ ما اتفقنا بلا كثره اسئله؟ شو قصتك؟ انا قصتي معروفه، بس انت شو قصتك؟ قولك اللي عملناه كل هالسنين مع الاولاد بيريح ضميرنا؟ وشو بدك اكبر من هيك تضحيه؟ وقفت الحرب ورجع البلد وصار في دوله وكبروا الاولاد، أقولك صح نخبي عليهم الحقيقة؟ من العدل ما نخبرهم مين قالوا؟ مش حرام يكفوا حياتهم عايشين على قدهم؟ أنا دبي وسيم ناصر المليونير، ورالف أسامة فضول عم يتنعملوا بماله، أقولك هالشي صح؟ وأنت بتشوف صح؟ نتعب ونشقى ونهرب ونتخبى ونربي كل هالسنين وبصحوة الضمير ما منعرف شو ممكن يطلع وراها، نضيع تعب كل هالسنين؟ ما فكرت شو رح يصير فينا قبل ما تحكي هالحكي؟ بعدين شو جيب هالموضوع على راسك هلا؟ بتعرف عنوان شاليه وسيم ناصر؟ أكيد. وعنوان شركته؟ كمان أكيد. فينا نشوفه؟ شو عنا؟ شو عم تفكر؟ فكرت كتير وبرمت الأمور وشقلبتها حتى أقنع حالي إنه نستمر بهالموضوع. خايف السر ياكلنا وما نقدر نحكيه، محتار، حاسس بقلق وندم، مش مرتاح. شو يلي مش مريحك؟ انك الشاهد الوحيد على جريمة أسامة فضول؟ مش هيك؟ قول. هذا سبب أساسي. اوكي، صار في دولة ورحت انت بعد كل هالسنين عم تعترف بجريمة قتل، مين رح يصدقك؟ افترض قلت لهم انا نجيب حطوم وهيدا جيمي اللي ربيته كتبته باسمي وصار رالف حطوم، بيسألوك مزور اسمك وعائلتك وعائلة ولادك، وين شهودك؟ رمزي هو شهودي. وين هو رمزي هلا؟ بكره بيرجع، بكره ببين. وين بده يختفي؟ له اكثر من 20 سنة مختفي ومش معروفه وين اراضيه. لو بده يرجع يبين كان رجع بين من زمان. إلا ما يبين، إلا ما يرجع. انظروا لكين. ناطر. Thank you.
Thank you.